مباراة إنجليزية بنكهة عربية جزائرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نتعرف على تفاصيل مباراة القمة في أول جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، موسم 2022-2023. طبعا المباراة القمة سوف تكون بين النادي الإنجليزي مانشستر سيتي والنادي الإنجليزي كذلك نادي ويستهام، فويستهام بقيادة سعيد بن رحمة ومانشستر سيتي بقيادة رياض محرز. قبل البدء في التفاصيل والتعرف على تفاصيل هذه المباراة، أتمنى منك لازم الاشتراك، لايك ليوصلك جديد ونبدأ بالكلام. طبعا المباراة كما قلت فهي بنكهتين عربية جزائرية خالصة بتواجد سعد بن رحمة ورياض محرز من كل فريق. فالمباراة سوف تلعب، التركيز، المباراة سوف تلعب في يوم الأحد في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة والسعودية ككل، و4:30 بتوقيت الجزائر، وكذلك 4:30 بتوقيت المغرب وتونس، و5:30 بتوقيت مصر. طبعا هذه بالنسبة للدول العربية فهي التوقيت محدد كما قلت، بتوقيت مكة المكرمة 6:30، 4:30 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، و5:30 بتوقيت مصر. المباراة سوف تلعب في ملعب لندن الأولمبي معقل نادي ويستهام. معقل نادي ويستهام سوف تتواجد المباراة، وسوف تكون منقولة على قناة بين سبورت HD1 من تعليق عربي كعادته، فهي القناة العربية الوحيدة الناقلة للمباراة وليس بقناة مجانية، قناة بين سبورت المعهودة لنقل المباراة الدولي الإنجليزي الممتاز. مباراة كما قلت بنكهة جزائرية، نتمنى التوفيق لرياض محرز، سعيد بن رحمة، وكذلك غياب الدولي المغربي نيف أكرد على ما أظن على هذه المباراة لهذه، فبالتوفيق للاعبين العرب في المباراة. وهذا هو كل شيء لدينا، وإلى اللقاء.